كما أرسل لنا أحد المواطنين الصحفيين هذه الصورة المؤثرة التي يقول أنها لأحد الموظفين العاملين في منفذ الوديعة، وهو يحمل مسنة يمنية على كتفه ليساعدها في عبور المنفذ الذي شهد ازدحاما شديدا على مدى الأيام الماضية. هذا الازدحام كان سببه غلق المنافذ الحدودية الثلاث الأخرى، ويظهر بشكل واضح في هذا الفيديو الذي أرسله لنا صالح جابر. يا رب والله اقسم بالله من التام ولا كل منفذ بالنسبه للعمال الاولين.